طيب منا بتقول والنبي 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 عايز اعرف كل حاجه عن الحوت والفتره اللي جايه في الحب. انا 7/3 عايزه اطمن برج الحوت. برج الحوت هو انا احسن مش عايزه برج اعرف السنه الجايه، قصدي السنه الجايه برج الحوت هيبقى هو الاكتساح، هو اول برج في الابراج. على فكره بقى لها سنه ونص والله صدقيني. بص ساعات كتير جدا في ناس من الناس اللي نجمها خفيف برج الحوت. انا قلت قبل كده ان الابراج المائيه والناريه نجمهم خفيف جدا جدا جدا، فاسهل ناس لو لبسوا حاجه حلوه، لو شكلهم حلو اوكي بياخدوا عين. والعين تفرق الحجر، يعني اصعب حاجه في الدنيا هي العين اوكي، لان العين دي ممكن حد يبقى ملفت، حد امور، حد حلو اوكي، يبقى العين عليه كتير او الناس اللي بتبص له كتير. بيلبس ايه؟ وخصوصا بقى لو بيلبس حلو، خصوصا لو مذيع اوكي، فبتبقى عليها سبوتات كتير، فبتبقى العين بتيجي فيها بسرعه. بس طيب منا بقى 7/3 منا بقول لها اللي جاي عندك حلو، واذا كانت الفتره الاخيره ديت مثلا، على فكره مش انت بس يعني برج الحوت بوجه عام، الفتره اللي فاتت دي بقاله شهر شهرين تحس ان هو بيخلص الوحش اللي هو موجود عنده، فاهمه قصدي؟ لان تحس ان هو بخلاص بقى، لان هو مش من دلوقتي، ده بقى برج الحوت بقاله 8-9 سنين طالع عينه، فاهمه قصدي؟ فده كله خلاص، ده كله هيروح. بس يمكن ايه في حاجات لسه اللي هي الرواسب ديت، عارفه اللي هي حاجات لازم يدخلنا على حاجه تبقى الدنيا انضف او احسن قوي بقى. بالظبط اوكي. وبقول لكم اتفائلوا، والله صدقيني اللي بيتفائل وداخل على حاجه النهارده، انت لما بتبقي نازله من بيتك وبتضحكي اي حاجه هتمشي، وانت نازله وانت متعصبه ونازله هتشوفي اي حاجه حتى لو هي ماشيه مش طايقاها، فتفائلي. ماشي تفائلي يا منى.